جنوب افريقيا. جنوب افريقيا بتاع جنوب افريقيا. احسن والله العظيم ابقى قاعد مطمن حتى لو عمل اي حاجه. ده حضرتك بالرغم ان احنا اتغلبنا ده ضمير جوميز. جوميز وايريك جمال ده جوميز وايريك اتغلبنا في ماتش في المباراه احنا ما حسيناش بالمباراه. مباراه فاق ستيف بالرغم ان احنا اتغلبنا 2-1 لكن طول المباراه انت مش حاسس بالمباراه مش حاسس بالحكم. عالمي ده عالمي حكم رائع جدا. حكم النهارده برضه يا كابتن عارف بحس سفرته كتير قوي يعني النهارده بيصفر كتير جدا. بعد البينالتي ده بيصفر كتير قوي يعني النهارده سيد بعد ما سجلنا الهدف الاول على طول كل سفرته كتير قوي في نص ملعب سفرته كتير قدام متسرع جدا في السفاره. واحد كان قريب جدا من في من الناس اللي موجوده داخل الملعب قال لي الحكم بيتكلم هو بيعرف فرنساوي كويس قوي. انت عارف ان مهدي بن عبيد بيتكلم فرنساوي وطاقم التحكيم المساعدين سنغاليين او الفار فهو موجود جنبه كان موجود جنبه اوكي وهو بيعرف فرنساوي كويس جدا فهو بيتكلم فرنساوي طبعا لانه جزائري وجامبيا والسنغال بيتكلموا فرنساوي فكان الحديث كله في ركله الجزاء الاولى بالفرنسيه اوكي فقال لهم انا شايف انها ضربه جزاء 100% قال لهم كده انا شايف انها ضربه جزاء 100% من وجهه نظره من خلال ايد معز الدين بن شرفيه ده من خلال واحد موجود في استاد برج العرب. نروح لمحمد يوسف.